يلا العاب العاب وهي احلى قف. الحمد لله على السلامه. فكري بيك شو قال؟ كنت باليونان عم تعمل سياحه؟ شو رايك اعمل سياحه على راسك هلا؟ عن جد انا واحد مجنون. حاجه ضحك انت وياه دائما بيكون خلص حاجه ضحك. عم اقول لكم شو شايفيني مسخره قدامكم؟ شوف الثاني بلا سؤالتك العاب لالا. شو فكري؟ عم اقول لك تصفيه. الله يخليك تعال تعال رقص معي. يلا فورا روح جيب لي بيره بارده. ما في ديونك كترت كثير. ايه علينا العاب. انت خليك بلعبك شد حالك. يلا تعال خود هاي مصاري. وين القصة تبعك؟ ما قلت لي البيرة الباردة. يلا قل لي هيك من الأول. لا ما بيصير. شو اللي جابك على هالقهوة؟ بدك تقتلني يعني؟ شو لا تكون مفكرني خايف منك؟ أنا بنوب ما بخاف. يلا أنا آسف تأخرت عليكي. ما تأخرت، بابا هو السبب. أكيد مساوي شي. رجع ترك البيت مثل أبي يعني. إيه اثنيناتهم بيشبهوا بعض، بيفكروا بحالهم وبس. تعرف شو؟ أحياناً بفكر إنه أحسن شي عمله بابا بحياته ترك البيت وريحنا من مشاكله. بابا هالحركة هي لسه ما نقدران يعملها. بابا شخص غريب. غريب مثل أبي. أنسي شو بدنا بهالحكي، خلينا نبلش بالدرس. منبلش